طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عيال؟ عساكم طيبين ومبسوطين وش مسوين؟ الزبدة، هذا فيديو جديد مع لعبة حرامي السيارات جراند، بس هذا مود جديد تو نازل، هايلوكس 2017 غمارتين دبل. فقلت بنزل عنها ما دام انها فرصة. طبعا المود توه فريش، تو نازل، مسويه واحد اجنبي، بس انه مود جدا خرافي. فراح نطلع المود هذا ونستخدمه الحين ونستكشف السيارة الجديدة، إن أخذ تجربة فيها الموتر الجديدة. هذه هي طبعا، هذه هي يا أبوي. شوف في شيء ثاني جنبها، يمين يسار، اتفاك. أوكي، ما في إلا هي الزبدة. خلونا نجرب الموتر، خلونا نطلع فيه، بس نبغى نغير الأجواء شوي. سكر بابك يا سلح الزبدة. نقفل الميوزك الأبو كلبي هذا، لانه ميوزك تايم حق الجراندي. يا والله غثه، ما في زر دايركت يقفل وخلاص. خلونا ايضا نعدل على الاجواء شوي، انا بيعدل على الاجواء، نسوي فوكس بلاير ونسوي، لا ما نبي هذا، نسوي مثلا شينج سكين. لا، فا وش نبي وين؟ اي هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذه اللي يعدل لك على الاجواء. جو هذا ما نبيه، جو هذا والله جو نوعا ما انه خرافي، بس يا اخي ليت في ليل. يعني الحاجة السيئة للأمانة يا عيال انه ما في ليل لسبب ما، سبب ما في ليل. ف ما ادري، الله يا سلام، مو امطار في العصر، في الصبح. طبعا هذا اقرب مود الى الليل، اقرب مود الى الليل. خلونا ننزل يا ابوي، خلي الانوار شغالة، الله يجعلك في الجنة. خلي النور شغال. طبعا زي ما تشوفون هذه هي الهايلوكس، طبعا شيء خرافي، ولوحات سعودية، لوحات سعودية هذه انا مركبها في مود ثاني. طبعا انا ما ادري وش هذا، ما ادري وش هذا اللي بجنب الشنكار. فاعتقد انه السيارات اللي تجري الشرق الاوسط ما فيها النوعية دي، ما ادري. ولد مو ملعون الوالدين، شوف شوف شوف، انا اركب داخل السيارة اروحها من الزلابة. يا ابوي انت والشاول تبعك. طبعا المرايات ما تشتغل لسبب ما، فزي ما تشوفون من داخل مراتب جدا متعوب عليها، يعني اقسم بالله جدا متعوب عليها. حتى فيها جي بي اس والرادو شغال، الطبلون يا شيخ شيء خرافي، خصوصا الطبلون. الطبلون شيء جدا خرافي. خلونا ندخل هنا، والله ما ادري وش اللي هنا، بس بنروح حنية بس عشان نوقف ونستكشف السيارة. طبعا زي ما تشوفون هذه هي من برا، طبعا شيء عجيب خرافي. هذا الوسخ اللي صدمني، الله يوفقه يا شيخ. فكنت بغير لونها ابيض، لكن لون ابيض بدون خطوط احسه فاشل جدا، فقلت لا خلي لونها كذا يا ابوي وما في مشكلة. الزبدة انه وش بنستكشفها، ما راح احط فيها وهجول فيها شوي، راح اطلع فيها فوق الجبل هذا. لو تشوفون زي ما تشوفون هذا اكبر جبل في حرامي السيارات. فخليني بس اشوف الماب، خليني بس اشوف الماب وين طريقة الجبل منه. ده ما يمدينا نشوفه، ما في. راح نحاول يعني ان احنا ندب الجبل هذا بطريقة او باخرى. يعني هذا اطول جبل في جراند، يعني اطول جبل ممكن تحصله في جراند. فبنحاول نطلعه ونشوف عزمه، هل هي قوية او لا. يعني طبعا السي زي ما تشوفون يطلعنا الواجب، شيء جدا خرافي والله العظيم، شيء خرافي يا ولد. تسلق حر في الشارع هناك مثلا، ليش مثلا ما نتسلق تسلق حر؟ بس احس اني باكلها خابور من جد، والله احس اني باكلي خابور ملعون جد. الجبل هذا ثقة، بس يبغالي عزم، بحاول اخذ عزم وبعطيها تسلق حر، بس يبغالنا طريق معين. انا اشوف ان الطريق هذا اللي انا ماشي معه انه ثقة، ثقة جدا جدا ثقة. فبنشوف، بمشي معه اذا هو كويس مثلا. والله ان هذا الثاني انه ثقة يا ولد، والله يبي لي جت عشان اطلع من الجبل هذا، اقسم بالله والله يبغالي جت عشان اطلع من هنا. الزبدة اني نزلت مع شعيب، في شعيب هنا او وادي او شيء زي كذا، ونزلنا معه. فانا اشوف انه ثقه يا ولد.
والله سواقتي انها ثقة، انا ما توقعت ان السوق زي ذا الدرجة يعني. هذا شعيب مجرى سيل، ف يبي له شخص من حلاه الشخص صدق. بس والله ناطرق من الشخص، انا اشوف انه بيعزم اطرق من الشخص. الشخص لعبت فيه ذاك اليوم معوق يعني صراحة، كفرات بيلون ويزلق، ما ادري هل مشكلة من الكفرات تبعه ولا، بس انه في مشكلة كبيرة. زبد هذه زحلاقة ولا طريق يا ابوي، والله طريق صعب يا ولد. اوه هذا الشارع منا، زي ما قلت لكم بنحاول ندببها منا يا عيال، منا كذا. بسم الله على بركة الله وانطلق. روح، انا ماني موقف، انا بدعس، بعطيها دعسة دعسة واحدة ماني موقف، لان الطريق من هنا صعب. فالله يستر، بعطيها دعسة واحدة يا ابوي. روح روح روح، طيب طيب، روح روح يا ابوي، روح 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 روح. لا لا، ذبت ذبت والله ذبت يا ابوي. يدعس يدعس، بس خذ لك، هو اذا خذ عزم بسيط خلاص بيطير يعني. كويس كويس، روح 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 روح، والله فيها عزم، والله قوية يا ولد، والله هلي. لا كذا ما اتفقنا، كذا ما اتفقنا. شيت يا اخي، شت كذا، غلطات ابو كلب دائم، غلطات تقهر يا ولد، والله غلطات كذا دائم تقهر يعني صراحة. يا زقتين صدق. طيب وش الحل يا ابوي؟ والله الطريق هذا اللي انا جاي معه انه ثقة يا ولد، تصدق انا ليش ما ادعس فيها منه؟ صدقون عاد، ليش مثلا ما ادعس مع الشعيب مع الطريق هذا اللي انا جاي معه، امشي معه الحين، لان انا اشوف انه الطريق كويس وتمشي معه. والله يا اخي تتسهل الامور، باذن الله الدرب ذا المرة عارفينه. لكن خلينا نسوي فكس سريع، نسوي لها فكس كويس، سوي لها فكس سريع ويلا ولتس جو. بس ان شاء الله ما تحوص بي المرة ذي، بحاول اركز شوي، ان شاء الله ما تحوص بي ولا شي. يلا روح روح الديب، روح الديب. وين الغلطة اللي انا طحت فيها؟ انا طحت لي في طفة كارثية، الظاهر انها هذه يا عيال، والله اعلم في طفة انكبت عفشي يا ولد، او هذه الظاهر انها هذه، ايوه هذه. لا لا، روح 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 روح، كويس كويس، كفو كفو كفو. وح وح، لا يمين يمين يمين، والله بغيت هوي يا ولد. هذه الطفة اللي قلت لكم اللي طحت فيها انكبت عفشي يا ولد. روح الذيب، روح روح يا الشيخ، خرع عليك. لا يا ابوي، لا لا لا، شوف انا اذا نزلت سنتي يمين يسار فابهوي، فبحاول اخذ لي عزم يعني من هنا او شيء زي كذا، بحاول اخذ لي عزم لو بسيط يعني. الزبدة هذا افضل مكان يمديني اخذ عزم فيه، بس ما اظنها بتمشي من هنا. يا رب يا رب، روح روح. افا يا ذا العلم، لا والله يا ولد هذه دقرت، هذا اخرها. انا اقول لكم، انا قام يقشط علي جلدي من اللي وراي، وانا وراي مساحة كارثية. طيب وقف عاد يا ابوي، وقف، هذا اقصى مسافة يمدينا نجي فيها. والله النار قانة ولا الذبانة، بس يلا ما في مشكلة يعني، تقريبا جينا على مسافة الجبل ذاك. بحاول ثاني مرة، بحاول ثاني مرة، بحاول ثاني مرة. يا ولد والله بيني وبين النجاح شعرة، والله بيني وبين النجاح شعرة، لكن زي ما قلت لكم يعني.
ما يمدينا حتى رايوس فيها او شيء زي، ما يمدينا حتى عد الوجه مثلا. روح 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 يا ذيبان راح، كفو والله، كفو 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 والله، ذبت، ميلها تميلة خفيفة، كفو والله، كفو كفو كفو، لا ذبت ذبت يا عيال والله، كفو والله يا ولد، ردتها بنملة وذبت، كفو ميلها تميلة خفيفة، ثم تاخذ عزم ثم دز يا ولد، والله كفو ذبت يا ولد، مستحيل اني احد يرقى الجبل هذا، والله مستحيل، لا سيارة مرحمة يعني، لا ما انا مستحيل ان احد يذب الجبل هذا الا مع موتر مرهم، يعني شوفوا حجم الجبل يا ولد، اقسم بالله الجبل هذا ما حد يجيه الا الجن الازرق، بس ذبت كفو، لا كفو يا هايلوكس، والله ثقل هايلوكس هذا الهل يا ولد، ما في شيء حط الليل شوي بس يا عيال، هذا كذا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى تنبسطون في الفيديو وتنشرونه عند اصحابكم، وانشروا الفيديو عند اصحابكم واصدقائكم، بس هذا اللي بقوله لكم، زي ما تشوفون هذه هي الهلي 2017 جديدة صراحة، ما ادري وارد ايش، ما ادري خليجية سعودية، ما هي سعودية هذه خليجية، انا ما ادري، بس والله اني ما ادري عنها، بس انا والله ثقة، والله ثقة ومتعوب عليها ومزبط الاخر شيء، فأتمنى الفيديو عجبكم، في أمان الله.